الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة بيفني توسن مبادئ اللغة بونوفا فيديو الدرس الثالث عشر التمييز التمييز هو الاسم المنسوب النكرة المتضمن معنى من، لبيان ما قبله من إبهام. التمييز قسمان، القسم الأول تمييز النسبة، وهو لبيان إبهام جملة قبله، القسم الثاني تمييز الذات، وهو لبيان اسم مجهول الحقيقة قبله. ويكون ذلك في المقادير والموزونات والمكيلات والمساحات والعدد اذن التمييز اما ان يكون لبيان كلمه واحده اسم واحد فهو تمييز الذات واما ان يكون لبيان معنى جمله كامله فهو تمييز النسبه Et tamiz littéralement veut dire le fait de distinguer, différencier une chose. Le tamiz dans la grammaire est un nom mansub, indéfini, qui vient pour distinguer un mot ou une phrase qui est vague ou équivoque. Nous disons également du tamiz qu'il est « el mutadam minu min » qu'il comprend le sens de « min ». Le min » qui a pour fonction de distinguer le genre d'une chose. Nous disons ha min hadidin. Ceci est une porte de fer. Min ici distingue le type de porte. Eh bien le tamiz comprend ce sens. Ensuite, le tamiz est de deux types. Soit il servira à distinguer un seul mot qui l'a précédé, c'est ce que nous appelons tamiz ou that. Le type de mot que le tamis va servir à distinguer le premier el maqadir el maqadir c'est à dire les mesures les doses et ceci englobe el les choses pesées wal les choses que nous mesurons wal misahat et les distances et également tamiz vet s'emploiera pour el ou alors le tamis s'emploiera pour préciser et définir le sens d'une phrase qui le précède c'est ce que nous appelons tamiz on ispa لو قلت لك بعت عشرين، ما معنى عشرين هنا؟ هل تفهم المعنى؟ لا، المعنى مبهم، فاغ، امبيغو. أو قلت لك تصدق زيد صاعا، صاعا من ماذا؟ الصاع هنا مبهم الحقيقة أو مجهول الحقيقة. أو قلت لك له شبر، شبر من ماذا؟ أو بعت منوين منوين من ماذا فتلاحظ أن كلمة عشرين وصاعا وشبر ومنوين كلها مجهولة الحقيقة فهنا يأتي التمييز لبيان حقيقتها نقول بعت عشرين كتاباً هنا علمت حقيقه العشرين بالتمييز كتابا تصدق زيد ساعا تمرا ساعا من تمر له شبر ارضا بعت منوين لبنا فترى ان التمييز هنا يبين حقيقه الاسم المذكور قبله اذن تمييز الذات يقع في العدد بعت عشرين كتابا والمساحات بيت فدانا أرضا والموزونات بيت منوين عسلا والمكينات زكاة الفطر صاع تمرا أما تمييز النسبة لو قلت لك حسن محمد أو غرست الأرض أو الكتاب أرخص أو زيد أكثر من عمر، أنت تلاحظ أن في هذه الجمل إبهاماً، حسنا محمد حسنا في ماذا؟ غرست الأرض من ماذا؟ ولكن إذا قلت لك حسنا محمد خلقاً غرست الأرض شجراً، الكتاب أرخص سعراً. زيد أكثر من عمر علما صارت معاني هذه الجمل واضحة بالتمييز تنبيه يجوز جر التمييز بمن أو بالإضافة إلا تمييز النسبة والعدد Sache que tu pourras rendre majrour le tamiz par min ou par أيضا تمييز العدد. چن أن بعت عشرين من كتاب. مثاله تقول عندي صاع تمرا، تمرا تمييز منسوب وعلامة نصبه الفتحة. ويجوز لك أن تقول عندي صاع تمر، تمر هنا مضاف إليه. أو تقول عندي صاع من تمر. هنا تمر مجرور بمن. هذه الصور الثلاثة جائزة إلا مع تمييز النسبة وتمييز العدد الدرس الثالث عشر اشتريت الأشياء المطلوبة لصنع اللوحات النحوية يا أحمد لصنع لفابريكاسيون اللوحات لبلاش ولزافيش النحوية دو نعم اشتريت مترين ورقا مترين دو متر ورقا تمييز منسوب وهو يبين معنى المترين وخمسة عشر قلما بأحجام وألوان مختلفة أحجام دتي تعال يا علي واكتب هذه الآيات على السبورة ليكتبها أحمد فإنه أحسن مني خطا خطا هنا تمييز منسوب وهو تمييز النسبة لأنه يبين معنى الجملة التي قبله إنه أحسن مني يكتبها أحمد اقرأ هذه الآيات يا زهير ليقرأها حامد فإنه أحسننا تلاوة وأجملنا صوتا تلاوة تمييز منسوب وعلامة نسبه الفتحة وهو يبين نسبة الجملة قبله: إنه أحسننا، وكذلك صوتا بعد الاستعاذة والبسمنة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وقال إنني من المسلمين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هنا خيرا وشرا تمييز منسوب وعلامة نسبه الفتحة. ما شاء الله احسن بك قارئا ملأ الله قلبك سرورا كما ملأت قلوبنا بهجة وسرورا. سرورا هنا تمييز النسبة يرفع إبهام الجملة التي قبله ملأ الله قلبك. وكذلك بهجه وسرورا هنا اقرا الحديث يا علي عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاه الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير رواه الشيخان وغيرهما هنا دخل على التمييز حرف جر من من تمر ومن شغير تمارين أجب عن الأسئلة الآتية: اشتريت مترين ورقا، هنا ورقا تمييز، التمييز اسم نكرة متضمن معنى من لبيان ما قبله من إجمال نحو: عندي متر حريرا. حسن حامد خلقاً فتقدير الجملتين عندي متر من حرير وحسن حامد من جهة خلقه التمييز نوعان: تمييز الذات وتمييز النسبة. تمييز الذات هو الواقع بعد المقادير والمقادير أربعة أنواع. العدد يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا ثانيا الممسوحات يعني المساحات نحو عندي ذراع أرضا ثالثا المكيلات نحو أعطيته ساعا تمرا رابعا الموزونات نحو عندك رطل سمنا ويلحق به الدال على ما يشبه المقدار نحو: ما كان في السماء قدر راحة سحابا، عندي جارة ماء اريد كيسا دقيقا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، حكمه يجوز نصبه نحو: عندي متر حريرا، ويجوز جره بمن؟ نحو عندي متر من حرير كما يجوز جره بالاضافه تقول نحو عندي متر حرير وقد يضاف الدال على المقدار الى غير التمييز نحو ما في السماء قدر راحه سحابا فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل" رواه البخاري، تمييز النسبة هو ما فسر جملة مبهمة النسبة نحو حسن هذا الطالب خلقا، فإن نسبة الحسن إلى الطالب مبهمة. تحتمل أمورا كثيرة فجاء التمييز خلقا لإزالة هذا الإبهام. من تمييز النسبة ما كان أسله فاعلا نحو حسن الطالب خلقا تقديره حسن خلق الطالب ومنه ما كان أسله مفعولا نحو وفجرنا الأرض عيونا تقديره فجرنا عيون الأرض <truirent> Sachez que tamiz nisba est de deux types. Il est soit à la base dans le sens de la phrase un sujet qui a été converti en tamiz, ou alors un COD dans l'origine de la phrase qui a été transformé en tamiz. Exemple, nous disons Hasuna Talibu Khulqan. Ici, « khoulouqan » est à la base un sujet qui a été converti en tamiz. Comment le savoir En le remettant à la place de sujet. Si nous disons « hasuna khoulouqou et talibi », nous observons que le sens des deux phrases est le même. « hasuna talibu ou « hasuna et talibi ». Dans les deux cas, le sens de la phrase est que cet étudiant a un bon comportement. C'est ce que nous appelons « tamizun nisbati muhawwalun anfarinin ». C'est-à-dire qu'il est transformé ou converti. D'un sujet. Le deuxième cas, muhawwalun an bihi. Exemple, wa jarnal arda Ici, uyounan. Qu'est-il réellement dans le sens de la phrase Qu'est-ce qu'Allah a fait jaillir de la terre Est-ce qu'il a fait jaillir la terre ou il a fait jaillir les sources de la terre Les sources. Donc vous comprenez que uyounan ici, dans le sens original de la phrase, il est bihi. Donc le sens de ce verset est « wa fadjarna el al ard »« Nous avons fait jaillir les sources de la terre ». C'est ce que nous appelons « tamizun nisbati an Donc le sens de « wa al ard wa al ard » est le même. De même que « hasuna et talibu khuluqan »« wa hasuna talibi ». La question alors peut se poser « pourquoi employer « tamizun nisba » Nous employons tamiz onisma dans ces deux cas pour accentuer et exagérer le sens de la phrase. Regardez dans le verset: et nous avons fait jaillir les sources de la terre. La réalité du verset est que seulement les sources ont jailli. Seulement Allah a mis comme affront comme s'il avait fait jaillir toute la terre en eau. واذكر نوعه دونك بريسيز ا شاك فوا سي سي ان نسبه او تاميز او ذات سي سي ان ذات بريسيز il fait partie de al misahat ou al adad ou al makilat et ainsi عندي صاع برا اجعل التمييز في هذه الجملة مجرورا بمن مرة وبالإضافة مرة أخرى صنع مصدر صنع يصنع وهو على وزن فول هاتي مصدر الأفعال الآتية على وزن فون شرب شربا شكر شكرا, شكرا. ود ودا ينسي دو سويت الكلمات الجديدة مساحة مساحات سرفاس اتنج مرادفه مسافة مقدار quantité دوز جمعه مقادير مكيل مزيخ جمعه مكيلات خط اكريتور خطوط اوبريال لوحة لوحات بلانش افيش بلاك Bahjatun, joie. Bahjatun, au pluriel. Muradifu, sururun, wadidu, huznun. Hajmun, volume. Jamu, ahjamun. Zarratun, atom, gran, Zarratun, opurial. Son Sonron, fabrication, exécution. Mitrun, mètre. Amtarun, au pluriel. Alfirlu, Wal Walmazdar, tamizan, distingué, différencié, discerné. Abahama, shayan. Et rendre ambigu, imprécis équivoque. On dit dehoo wad Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wassalamualaikum warahmatullahi